السلام عليكم، كيف كان دار الفيديوهات ديالي دائما وابدا؟ صباح الخير اذا كان وقت صباحا، او مساء الخير اذا كان وقت مساء حسب فرق التوقيت. اليوم جيت واحد الفيديو بغيت نهضر على واحد المساله اللي شغله الراي العام الان، واللي يعني داير واحد الضجه في وسائل التواصل الاجتماعي، رغم ان ماشي من عادتي نهضر على بعض الاشياء اللي كدير ضجه. علاش؟ لان ما كنبغيش نكون تانا من التابعين، ما كنبغيش يعني نكون من دوك الراكبين على الامواج. يعني باش دير فيديو وينجح خصك ضروري تهضر على شي حاجه اللي خالقه ضجه. ولكن هذا الموضوع هذا نهضر عليه لانه كيهمني انا كمغربي، الموضوع ديال اللاعب الشيبي اللي كيلعب في فريق بيراميدز في مصر، والحادثه اللي وقعت له مع اللاعب ديال الفريق الاهلي محمد الشحات اللي يعني جروا من التوني وصفوا. فكانت واحد المجموعه ديال الاراء ديال المغاربه وديال المصريين وواحد المجموعه ديال الجنسيات مختلفه اللي هضروا على المساله، وهضروا على جوج ديال المواقف، هضروا على الروح الرياضيه، وهضروا على ان الضعف ديال اللاعب المغربي ولا التصرف ديالو ولا علاش تسامح. بغيت نقول انا واحد الفكره، انا كمغربي وعايش في المهجر وكنعاشر واحد المجموعه ديال الجنسيات. فهو الانسان كيبقى انسان بغض النظر على اي حاجه، الانسانيه ليس لها حدود، ليس لها وطن. ولكن بالنسبه للموقف ديال الشيبي فانا كنحط راسي في بلاصتو. حنا المغاربه معروفين علينا واحد المساله، معروف علينا اننا متسامحين، معروف علينا اننا دائما وخصوصا مع الاخوه العرب اللي كيجي عندنا كنكبروا به. الناس اللي كيجيو عندنا للمغرب ولا سواء جاوا عندنا حتى لديورنا برا المغرب فكنكبروا بهم، كنحترمهم كنقدروهم، ومحيت تيوقع شي موقف كنحاولوا نتفاداو المواجهه. وهذا ماشي ضعف، هذا كيعني تربيه. كنحاولوا نتفاداو المواجهه وكنشوفوا حتى الصراع ديالنا مع بعض الاخوان من دول عربيه اخرى، ولكن حيت تجي مع الاجنبي فما ما 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 كتصوروش يعني رد الفعل كيفاش كيكون. ولهذا ما نقدروش نقولوا اللاعب المغربي انه ضعيف بحكم التصرف اللي تصرف. هو تصرف رزين ديال الرياضي ديال واحد ملتزم، لاعب محترف، ولكن اللوم والعيب على ذاك اللاعب ماشي حيت مصري، ولكن انا كنوصل كلاعب يعني ديال كره القدم محترف اللي تصرف ذاك التصرف فهو دون المستوى. فالكره كتبقى عند دوك الناس اللي كيلعبوه في الفريق ديالهم، مادام انه فريق محترف اللي هو فريق الاهلي وكيقولوا له فريق القرن وفريق كبير، والاتحاد المصري اللي هنا عنده اتحاد عريق وعنده واحد المجموعه ديال السنوات في لعبه كره القدم، فهما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديالهم. فالعيب ماشي على المغربي، المغربي تصرف بكل رزانه، لان كانت تقدر تكون المساله يعني الكبيره كان يقدر يتشاد هو وياه، كانت تقدر توصل لاشياء اخرى، ولكن تصرف برزانه. ولكن العيب على هذاك اللاعب اللي قام ذاك التصرف. فالكره كتبقى في ملعب الاتحاد المصري وعند الاخوه المصريين اللي هما اللي يعرفوا الاخلاق الرياضيه كيفاش كتكون. ما نلوموش اللاعب ديالنا، اللاعب ديالنا شاب محترم مهذب ولاعب في المستوى، فهو يعني كيواجه بالكره في رجليه كره القدم، ما كيواجهش بالخبث. وبالتالي يعني ما تبقاوش تاخذوا وتزيدوا في هذا الموضوع باش ما نعاودوش نخلقوا عداوات اخرى، المغرب ومسار المغرب والجزائر المغرب وكذا. لا، ما تدخلوش في مواجهات. مباراه كره قدم، لاعب تنازع مع لاعب في اي دوله كتقدر توقع وفي العالم كتوقع، وبالتالي خليوها في ذاك النطاق ديالها وما تحاولوش تخرجوا على النطاق ديالها وتدخلوا في صراع. تبارك الله عليكم، وكونوا رزان وخدموا العقل وما تخلقوش من مواقف بسيطه صراعات كبيره، فالصراعات ما كتخلق تزيد غير الصراعات. وتحياتي والله يهدئ النفوس ومع السلامه.